رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل الجميل اللي تكلمنا فيه في موضوع حلقتنا اللي هو الإيجابية، لكن راح نطلع من الإيجابية وما نباعد لأنه راح يكون معنا في هواية تربية الطيور. مثل ما انتم شايفين الطيور اللي حوالينا راح نحطهم لكم طير طير، لكن منورنا أسامة مندني مربي الطيور هذه الجميلة، سميها من أنشط وأبرز هواية الطيور الناطقة بالكويت. طبعا احنا شايفينهم فوقنا ورانا، لكن الله يستر ما ينط على راسي ويقرب ويشيل العقال. مس عليكم يخرب النسبة، عرفتوا خيس ايش بس اخر بالنسبه. مس عليك بالخير ونور اخونا سعد. والله مساكم الله بالنور. الله يسلمك. ونمسي على كل اللي قاعد يتابعونا من وراء الشاشه، نقول لهم مساكم الله بالخير واتمنى لكم حياه ايجابيه مثل ما قلتوا قبل شوي، وحياه سعيده وامسيه سعيده ان شاء الله. الله يسلمك. رد قال نعومك مره ثانيه. رد قال نعومك مره ثانيه. لو نبلش معك اخوي اسامه ونتكلم عن متى كانت البدايه في هذه الهوايه او نقطه الانطلاق عشان يتبحر في هذا البحر اخونا اسامه مندني. طبعا في البدايه انا بدايتي كبدايه اي واحد، يمكن حتى بداياتكم، اللي هي كناري وطير صغير وكتكوت الاصفر والبطه مال سوق الحمام والوالد والوالده. سكتك قلت منهم واحد. اخوك العود، الوالد الوالده يشترون لك الاشياء، فتبدي تنغرس فيك محبه هذه الكائنات الحيه الجميله. ما شاء الله. مع الايام، مع كبر السن، مع القراءه، التبحر في هذه الامور، بديت اتعلق بشيء اسمه طيور ناطقه. حلو. الطيور الناطقه كتخصص الان خلاص. باروتس ما باروتس وهذيل، كل ما يتعلق بالطيور الناطقه بانواعها، بسلوكياتها، بتغذيتها، بفصائلها، بشكل عام قاعد اخذ مجموعه من المعلومات، سواء عن طريق النت، سواء عن طريق اهل الخبره بالكويت او حتى من خارج الكويت قاعد نتواصل معاهم. فبدت هذه الهوايه تتطور حبه 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 الى ما مثل ما انت شايف الحين ما شاء الله. ما شاء الله صحيح. المجموعه الطيبه اللي موجوده عندك يعني هذه كلها من طيوري الشخصيه يعني، غير المتواجد في البيت حاليا. ربي يتم محافظ لك اياهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتاكيد، لكن احنا شايفين قدامنا وحوالينا هالطيور هالحلوه، لكن هم يعني مو بحجمهم، الناس يمكن تخاف من الحجم نفسه، احنا يمكن اللي متعارف عليه بين الناس اللي هو الكاسكو والاخضر اللي اسمه امازون. امازون الاخضر صح؟ اللي هم الصغار. طيب احنا بنتكلم عن الانواع بشكل عام، واللي متوفر عندنا هنا موجودين بالاستديو. هاشم لا تحاتي ما راح ينط على كتفك. لا لا امان امان. ما ينه؟ اولا هذا الحلو اللي وراك سلمك الله، هذا يعتبر من اندر الطيور العالميه. حلو. ما شاء الله. هذا يسمونه البالم كوكاتو. ايه. او كوكاتو النخيل الاسود، وهو طير نادر جدا. حلو. طبعا هذا من الطيور صار له تقريبا شهر شهر ونص انا مقتني هذا الطير. هذا الاسود. ايه. حلو. وقلت لك بالكويت يمكن المتوفر 5-6 حبات مو اكثر. وطبعا من الطيور الحلوه المميزه، طبعا اغلب اللي يشوفونه ان لونه اسود ولونه بشع انا شو اقول لهم؟ بالعكس، تبارك الرحمن السواد هذا اللامع اللي قاعد تشوفه، هذا الجمال وتناسق اللون الاحمر اللي بالوي ورسمه التاج والامور هذه وايد وايد حلوه. طبعا الطير اجتماعي مخالط، وايد وايد حباب. انا اول مره اتعامل معه قاعد اقول لكم خلال الشهر هذا اللي طاف. اللي لمسته منه انه فعلا طير يستحق ان الواحد يربيه ويتعب ما يعض نهائيا، لانه شايفين قاره نجيبه يوقف على الايد مثلا، هذا بس تروح عنده ونادوه، لان المسافه الحين بعيده عنك. حلو. انا وجناح مخصوص فما راح يوصل لك. بعد شوي ناخذه ان شاء الله. فسلمك الله. هذا طبعا انا مسميه سوسن. 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 حلو. اي. نثيه. ما يبين الا عن طريق فحص الدي ان اي، وانا للامانه ما فحصته. اها. فسلمك الله. انا مبدئيا كذي اطلقنا عليه هذا الاسم سوسن. سوسن. حلو. زين والله طلع ذكر شو يتوهق سموه كوكو. سوسن. كوكو على الاقل يمشي على الاثنين. هذا اول واحد من الموجودين. عاشت سوسن. لا والله عصبت سوسن. لا شكلها مستانسه سوسن الحين متفاعله. اوكي. الطير الثاني اللي هو الاخضر اللي هو الميلتري مكاو. انا توني اشوفهم في ورانا بعدين هني ما شاء الله. طبعا هذه من الطيور من فصيله المكاو. حلو. وهو ايضا من الطيور المميزه. طبعا احنا اغلب اهل الكويت واهل الخليج بشكل عام اللي يعرفون المكاو فصيلتين، الازرق والاصفر اللي هو قدامكم. أيوه. هذا. اي هذا صح. او الاحمر العود الثاني اللي أيوه. جناحه اخضر. صح. قاعد يرقص سامري. ما يدرون ان هذا الاخضر من فصيله المكاو. هذا الاخضر. أي.
هذا المكان سلمك الله اسمه الميليتري، الميليتري يعني العسكري تترجمه للكلمه. طبعا واضح من لونه الاخضر والبريه الحمراء اللي فوقه قاعد تشوفونها. ايوه ضابط هذا شكله. ايوه فهذا اطلق عليه هذا الاسم بناء على لونه وعلى على قولتهم البريه الحمراء اللي موجوده فوق راسه. والثاني اللي يمه؟ الثالث الطير اللي يمك هو الكوكاتو المجر ميتشل، وهو ايضا من الطيور الشحيحه التواجد بالخليج. ما شاء الله لونه مميز لا اله الا الله. لونه مميز اي اي. حتى طريقة تصرفاته يمكن ذرب وكذي يعني ريشة غريب. هذا سلمك الله من الطيور الكثيرة اللعب والمرح، يعني يمكن حاطين بالاستديو المفروض الحين راكد وهو بس ما شاء الله شوف شلون قاعد يبربس بالستاند مو راضي يخليه. ما شاء الله. اي وشافوه يمكن الشباب قبل البث شلون كان قاعد يتحرش بالثلاثة اللي دار مداره، مع ان اصغرهم بالحجم بس اكثرهم شيطان. كل قصير فتنه. كل قصير فتنه. حطيته دائما يناجر يهاوش. اخر واحد موجود معانا هنا. كنا متضايق يعني. لا لا بالعكس هذا ولا قاعد يتحكك؟ قاعد يفلي ريشه. بالعكس هذا هذا احد مظاهر الثقه والامان انه مستقر الطير في المكان عندكم بالاستديو. ما عنده اي مشكله ولا تخوف. عرفت شلون؟ طبعا هذا سلمك الله كوكاتو عفوا مكاو البلو اند جولد، وهو اشهر انواع المكاوات العالميه واكثر طير انا احبه. على مستوى الطيور كلها اللي عندك اي مع ان السبب يا اخوي مع ان ارخصهم بالسعر. ها هذا ارخص طير. هذا الارخص طير موجود بالدفعه بين الموجودين اي، بس انا كشخص جدا متفاعل مع هالنوع من المكاوات. نعم. طير اجتماعي مخالط سريع الكلام سريع التعلم سهل انك تبيعه سهل انك تتعامل معه يحب كله في البيت. اي اي لا لا بالبيت انا لما احطه يعني انا عندي بنتي الله يحفظها اقل من سنتين ونص الله يخلي لك اياها ربي يخليها لك ولا الابو نفسه اكبر واحد بالعيله قاعد يتعامل طير معاهم كلهم واموره طيبه وتشوفه يلعب وما يعض وايد 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 اموره طيبه. طبعا عندي باجي الطيور ما يبناهم في البيت ما شاء الله كميه كبيره صغار. بعد موجوده من سواء على مستوى الكاسكو على مستوى الكاسكو اللي هو الرمادي هذا الرمادي أيوة. ما شفته متواجد عندي ما يبتهني موجود عندي في البيت موجود عندي اركد وين راح؟ راح حساب المصورين اي واحد من الشباب خليه يبلنا اياه. شنو اسمه الوردي هذا؟ هذا مسميه انا سنان. سنان اوه على الموبايل القديم اياه. هذا مفحوص الدي ان اي ماله. هذا لو الكاميرا الحين تصيد التاج ماله تعال يا سنان شلون يفتح تاجه وجمال التاج ماله وايد وايد حلو. سنان راح يصعد راح يصعد. سلمك الله هذا سنان عمره 7 شهور مفحوص دي ان اي ذكر. هذا الحين صار له تقريبا ما يعادل اسبوعين عندي. حلو. حطيه تبارك الرحمن من 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 الطيور الجميله جدا. وللأمانة الطير كان ملكي بس الحين أهديته حق أم العيال. أول ما شافته قالت بعد هالسنين زواج ولاجني ومزعجني بالطيور هذا أول طير أبيه هدية منك. حلو. قلت لها تستاهلين يا أم فطوم وما يغلى عليك والحين أي واحد يشوفه بالتلفزيون ترى هذا طير أم فاطمة مو طيري. هذا طير أم فاطمة مو طير أم فاطمة. طبعا وجه تحية حق الأخت العزيزة زوجة أخونا أسامة مندني أم فاطمة وعلى كب ألف عافية وجعلك تهنين بالطير هذا. بس سنان نبيع عندنا الحين. ها يبي يصعد مسكين بس مو قادر. مو قادر يصعد أي واحد من الشباب خليه لنا إياه وترى حباب يا جماعة صعدوا عادي. صعدوا عادي ترى ما يعض. حلو. مرتب مرتب. زين لو أسألك أخوي أسامة عن شغلة ثانية يقول لك وايد مشاكل تواجه مربين الطيور الناطقة. أنت واحد هاوي هذه الهواية كثير من المشاكل تواجهك سواء في التغذية في الشلتر مكان اللي تحطهم بالبيت وايد أمور متعلقة خلنا نقول بتربية هذه الأصناف من البيتس مثل ما يسمونهم. فشنو قولك أنت على هذه المقولة؟ شنو تعليقك؟ يعني إحنا كثير من المشاكل تمر علينا. كلامك سليم. أنا أحب أوجه رسالة عبر شاشتكم هني حق أي شخص قاعد يتابعنا الحين من خلال هذه الشاشة. سلمك الله أبرز المشاكل اللي تواجه أهل الطيور سلمك الله مثل ما قلت في البداية جانب التغذية. إحنا عندنا مشكلة شنو؟ لما نينا أي نوع من أنواع الكواسكو نروح سوق الحمام اشتري لك خيشة حب حطها في البيت وكل يومين عطاها او كل يوم حط له من هالاكل وامشي. غلط. هذه طبعا اكبر مشكله. الحب الشمسي مثله مثل الكاكاو بالنسبه لنا. اها. فتخيل انت كل يوم صبح عصر ليل تنام تقوم تاكل هالكاكاو. شهرين سكري. ايوه انزين. فهذا الحب الشمسي اذا صار هو التغذيه الوحيده على فترات طويله راح يصير في اثر جانبي سلبي على الطير. سواء تلف بالريش، سواء امراض جهاز هضمي، سواء امراض في الكبد، وايد مشاكل راح يسبب لها. احنا شو نقول؟ نقول سلمك الله اكو 4 اصناف من الاكل
يجب أن توفر حق أي طير من الطيور الناطقة. حلو. واحد فواكه، اثنين خضروات، ثلاثة حبوب، أربعة بقول. زين ما ياكل يعني في كاسكو مثلا عندي أنا شريت كاسكو. حلو. صار لي قبل فترة كاسكو صغير ولكن ما ياكل يعني كونه صغير كنت عسه. جميل. عس طبعا يمكن السادة المشاهدين يعرفون بالإبرة تسحب خليط كذي نفس سريلاك تقدمه حقه. فبعد العس بلش يكسر. جميل. اللي هو كنت أحط له أنا الخلط هذا المخلوط بخلط فقام يكسر. بس ما ياكل لما تعطيه مثلا البطاطا الحلوه البطاطا هذا حسب التعود اخوي. شوف ايه؟ انت هذا الطير قاعد اقول لك الطير حسب ما انت تعوده. احنا اغلب المربين عندنا عندهم مشكله التغذيه لانه مو فاهم هذا الطير شنو ياكل. حلو. لانه مو فاهم هذا الطير شنو ياكل بوسه لانه مو فاهم هذا الطير شنو ياكل فما يدري شنو ياكله. يعني انا اعطيك مثال التغذيه ترى بالشتاء غير تغذيه الصيف تختلف. التغذية في موسم التزاوج غير التغذية في موسم مثلا أن الطير صغير وتوه بادي في النطق والأمور هذه. حلو. كل تغذية لها حالتها وكل طير يحتاج نوع من أنواع التغذية. ولكن التشكيلة اللي قلت لك إياها الأربع أصناف اللي قلت لك إياهم في البداية إذا ثبتناهم جنرال حق أي طير راح تشوف انعكاسها الإيجابي على الطير من أي ناحية. من ناحية زهاوة الريش، من ناحية قوة الذهنية في تلقي الكلام والتدريب والتعليم، راح تشوفها حتى على صحتها، راح تشوفها على نشاطه، راح تشوفها على حيويته، راح تشوفها على تفاعله معاك. حلو. عرفت شلون؟ فهذا انعكاسه واضح. احنا نقول لك التغذيه اذا حافظنا على الاربع نقاط اللي قلناها بقوليات حبوب فواكه خضروات هذا التنوع تحافظ عليه بالاضافه الى نقطه صغيره اي نوع من انواع الطيور اللي انت مقتني ادخل على النت اخذ معلومه هذا الطير شنو يفضل. يعني مثال سوسن، سوسن تحب الاكل اللي يحتوي على الدهون. سوسن؟ سوسن ربت بيت. ربت بيت تحب السمن ولا بس دهون؟ فانا مضطر اني اوكلها شنو؟ مضطر اني اوكلها الكازو، مضطر اني اوكلها السبال، مضطر اني اوكلها الفستق، مضطر اني اوكلها جوز عفوا. مكلفه هذه الامور؟ اي طبعا 5 دنانير الكيلو. 5 دنانير انت قاعد تاكل يعني مكسرات غير مطبوخ بعد. اي فسلمك الله. هني كل فئه كل فئه لها تغذيتها لها وضعها. فهذا من باب موضوع التغذية. عندنا باب ثاني من المشاكل اللي يواجه المربين تلف الريش. حلو. تلف الريش من أهم المشاكل وأبرز المشاكل اللي تمر على كثير من المربين. كثير من المربين هم السبب في تلف ريش طيرهم وهم مو حاسين. شلون؟ أنا أخذ الكاسكو ولا أخذ هالوردي هالحلو هذا وحاطه بقفص ومعلقة وكل يوم نفس ما قلنا تحط طاسة الأكل وبس ولا سبحة. فشي يصير؟ اهمال، ماكو سباحه، ماكو نظافه، الماء الطير ما قاعد يتعرض، الريش ما قاعد يتعرض حق الماء، ما قاعد يتعرض حق الرطوبه، ايش قاعد يصير فيه؟ يصير فيه جفاف وتلف. هذا واحد. اثنين عدم تعرض الطير حق الضوء. هذا ياثر على يفترض اني اطلعه برا المنزل يفترض اني اتعرض حق ضوء الشمس. حلو. خاصه ضوء الشمس، ضوء شمس الصبح هذا وايد مهم يحافظ على جمال وزهاوه الريش. هذه نقطة رقم اثنين. نفس ما قلنا في الجانب الأولاني مسألة التغذية. التغذية لازم تغذية تكون سليمة. هذه مهمة. إذا التغذية سليمة راح تشوف جمال وزهاوة الريش. تغذية مو سليمة راح تشوف انعكاسها على الريش انعكاس واضح. مو بس حتى بالتلف تحس حتى اللون باهت. تلوين حتى النفسية تلوين. ساعات الطيور تتعب نفسيا ونشوفها تقعد تقوم تنتف بريش. أنا جايلك حق هالنقطة. أكو جانب من جوانب تلف الريش هو الجانب النفسي. وايد من المربين شو يسوي؟ يقول أنا أسافر لي شهر شهر ونص. برا الديره ابي استانس ارد القى طير قاطريش. فعلا طير قاطريش شنو؟ بسبب تعب نفسيته. الطير متعود على المربي ماله انه يشوفه كل يوم يطلعه يسبحه ينظفه يجابله فجاه ينقطع عنه المربي ماله فيسبب له تلف. فدائما احنا ننصح المربين شنو نقول لهم؟ نقول لهم لا تخلي طيرك يتعود على فرد واحد في البيت. اها خليه يتاقلم مع الاسره كلها، خليه يتعود على زوجتك، خليه يتعود على بنتك، خليه يتعود على ولدك، خليه يتعود على الخادم، خليه يتعود عليك انت بحيث انه اي واحد فيهم سافر، اي واحد فيهم انقطع عن البيت قادر يعوض الطير الفقد مع الباقي الاسره الموجوده. اساسا لا يدش في هذه الحاله النفسيه. نعم. اللي نعم. ما هي زينه. نعم. يمكن الموضوع هذا ياخذنا اخوي سامح حق ان انت عضو في جروب يهتم باكثر من مجال متعلق في انتهاء الطيور الناطقه وهذه الامور. انزين سواء كان جانب تربوي، تعليمي، خلينا نقول كيفيه الرعايه والحفاظ وهذا. كلمنا عن التجربه الحلوه هذه، ان غير انك مربي غير انك مهتم ايضا وتنتمي الى يعني احد الجروبات الجميله. يعني انتمائي حق هذا الجروب طبعا امسي على عيال الكويت تقريبا 40 نفر جروب ما شاء الله كلهم مهتمين ومختصين في هذا الجانب الجميل عالم الطيور الناطقه. عندنا في جروبنا طبعا جروبنا انطلق من خلال اسمه اسم هوايه تجمعنا
وخلال الفترة الماضية غيرنا الاسم إلى اسم تخصصي سميناه توكينج بيكس. توكينج بيكس. إيه. حلو. فكان الاسم هواية تجمعنا إن كلنا مندرجين تحت هواية الطيور الناطقة، بعدين خصصنا توكينج بيكس اللي هو المناقير الناطقة، فصرنا تحت هذا الاسم حاليا. الجروب سلمك الله في ما يعادل نفس ما قلت لك 40 نفر، ما بين شباب ما بين بنات ما بين كبار ما بين صغار، كل ما يتعلق في شؤون الطيور الناطقة متوفر بهالجروب. ما شاء الله. يعني احنا الحين بالكويت عندنا منتجين للطيور الناطقة اللي هو الكاسكو والمكاو والامازون، شباب من جروبنا قاعد ينتجون هالطيور. عندنا من هو متخصص في الجانب التدريب، تدريب الطيور. عندنا من هو متخصص بالجانب النفسي السلوكي مال الطير، هذا طيرك عنده اضطرابات سلوكيه، عنده اضطرابات نفسيه، عنده تعب من هالجانب، شلون تقدر تعالجه، شلون تقدر تتفاعل معه، شلون تقدر تغير السلوك، شلون تغير نفسيته. عندنا من هو متخصص بهالجانب. عندنا من هو مختص في اقتناء النوادر من الطيور. يعني مثال، احنا عندنا واحد من شبابنا الله يذكره بالخير اخونا عبد الله العصفور. نعم. اخونا عبد الله العصفور مختص في اقتناء. انا ما ابي اقاطعك اخونا اسامه، لكن ودي نطلع فاصل ونرجع نكمل وياك حوارنا ونعرف اكثر عن هالطيور هالحلوه. هيا خلكم معنا مشاهدينا. خشمك مرة ثانية، خشمك رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية ومع سنان الجميل ومجموعة الطيور الجميلة اللي خلونا نقول ترجع لأخونا أسامة مندني. طبعا تحية حق أختنا مفطوم زوجة الأخ العزيز أسامة مندني. سنان صار بالحفظ والصون عندنا هني في استديوهات وزارة الإعلام. خشمك مرة ثالثة. تم مصادرته؟ لا والله مو تم مصادرته، تم مداعبته. لكن ودنا نتكلم أكثر عن آخر نشاطات جروبكم، يا ريت تتكلم عنها. والله سلمك الله، احنا اخر نشاطاتنا كانت قبل تقريبا اسبوعين. كان عندنا يلا روح يا بابا سنان اقعد. كان عندنا سلمك الله التجمع الختامي للجروب، سويناه في حديقه مشرف. احنا طبعا على مدار الموسم اللي هو ينطلق من شهر 10 الى قول نص 4 عاده. حلو. احنا عندنا الموسم مالنا اللي نطلع فيه تجمعاتنا، نطلع في الحدائق العامه، نطلع على الواجهه البحريه، نطلع في الامور هذه، نطلع حتى تحت مسمى يوم ترفيهي للطيور الناطقة. حلو. طلع الطير في يوم ترفيهي، تغير نفسيته، تغير جوه، تجدد نشاطه، تخليه يتعرف على ربع الطيور الباجي. والله زين. هلا توسل. لا يبا بتروح وياهم، بتروح بياخذونك بياخذونك. فسلمك الله الفعاليات اللي قاعد نشارك فيها كلها من هالنوع. أكو فعاليات ثانية بالجروب تصير الفعاليات الرسمية، يعني من ضمن الفعاليات الرسمية اللي شاركنا فيها، شاركنا في المدينة الضوئية اللي أقيمت في مشرف في لتكريم حضرة صاحب السمو الأمير بمناسبة حصوله على لقب قائد الإنسانية. الإنسانية. صحيح. فكانت مشاركة الجروب مشاركة مميزة بهذه الفعالية، والحمد لله لاقت استحسان الجمهور. لنا كجروب مشاركات حتى على مستوى جمعيات النفع العام، لنا مشاركات على مستوى المدارس الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأمور هذه. الآن عندنا مشاركة إن شاء الله قريبة حق أحد المستشفيات، هم مسوين يوم للطفل هناك، وإن شاء الله يعني كحالات إنسانية نروح تفعيل هذه النشاطات هناك في المستشفيات. ودائما الجروب سباق في الفعاليات هذه ويحرص على المشاركة فيها، ومن باب تطوعي. يعني أي واحد الحين قاعد يتابعنا على الشاشة وده أن جروبنا يشارك معه، سواء في وزارة التربية، في وزارة الشؤون، في وزارة الصحة، في أي جهة ثانية يبي، خلي تواصل معنا وإحنا من عيوننا بالخدمة. المشاركة تطوعية مجانية فقط لإنجاح فعالياتهم وإدخال البسمة حق الفئة المستهدفة. تسلم عويناتكم للأمانة، وهذه شغلة ما هي غريبة عليكم يعني عيال الكويت، وللأمانة واقع حبكم لهذه الأمور الجميلة. أنتوا قاعدين تجتمعون على كل خير ومحبة وبركة وطاعة للرحمن. أسامة مندني يعطيك العافية، لبيت الدعوة، نورتنا وشرفتنا وونسنا. بس إيش في ديو زعلان؟ ديو مو زعلان، ديو بوس. فرحان لان هديت خمس دقائق قاعد ياخذ بوسات من والله جاب لنا بوس فينا قال بس، فمو راضي يهدني. شفت شلون لاصق لي الحين ما شاء الله عليه. فيعطيك العافيه اخوي اسامه، نورتنا وما قصرت يا اخوي على تلبيه هذه الدعوه الجميله. لكن نبي منك وعد على الهواء، اي تجمع قادم باذن الله، اي شيء مختص بانت يا هوايه تربيه الطيور الناطقه او غيره، احنا نقول لكم اليمين قبل اليسار، نغطي لكم اياه. بس نبي منكم رفع التلفون عشان نغطي لكم الامور. طيب كاسكو ويا طبعا كادر كلمتكم على العين والراس، ما قصرتوا فيها. وللامانه مو بس انت وهني، اهم احب اوجه شكري حق كل من يدعمنا بالجانب الاعلامي.
وعلى رأسهم ناس مجهولين اللي هم شنو؟ مصورين الفوتوغراف. الله. مصورين الفوتوغراف دائما لهم ثقل أكبر في نشر فعالياتنا وأنشطتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال واتساب، من خلال تويتر، من خلال انستغرام. دائما المصورين لهم بصمتهم. الفضائيات الخاصة قاعدين يغطوننا ما يقصرون. تلفزيون الكويت هم أكثر من مرة غطالنا فعاليات. كل الشكر لك أسامة. احنا أسفين لأن عندنا الوقت ضيج حيل والوقت يحكمنا، لكن استمتعنا بالحوار معاك. اسمح لي إذا قاطعتك، لكن مع هالطيور الحلوة وبيدي سنام هالجميل هذا. سنام اللون ها؟ سنان 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 سنان. ومع سنان إن شاء الله خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع مع ضيف فقرتنا الثانية. خلكم معنا لا تبعدون اليوم كلش، لا تبعدون. سلم عليهم. هاشمك يا شيخ.